شكون فينا عمر ما سمع هاد الاغنية تاع حمود حبيبي حمود؟ حمود حبيبي حمود حمود حبيبي. هاد الموسيقى باش كنا صغار كنا كنضحكوا معاه وكنغنيو بحمود حبيبي حمود، ولكن قليل فينا اللي كان كيعرف القصة الحقيقية تاع هاد الموسيقى. القصة تاع هاد الموسيقى قصة حقيقية وفي نفس الوقت واحد القصة حزينة. حمود حبيبي حمود حمود حبيبي. اليوم غادي نعرفوا علاش تغنى هاد الموسيقى بالضبط وعلاش الدري كامل كيشطح بديك الطريقه، وانا مأكد اي واحد تفرج من دابا حتى الاخر غادي تاثر بهاد القصه الحقيقيه وغتبدل النظره تاعو لهاد الموسيقى. القصه كتبدا مع واحد الدري اللي كان سميتو احمد. هاد الدري هذا كان عنده واحد صاحبو سميتو حمود. هاد جوج دراري احمد وحمود ما كانوش كيتفارقوا كاع، كانوا هاد جوج دراري باقيين صغار العمر تاعهم ما بين 7 سنين و 8 سنين، وكانوا تقريبا ساكنين في نفس البلاصه ما بعادينش بزاف. هاد جوج دراري كما قلت لكم ما كانوش كيتفارقوا نهائيا كاع، الحاجه الوحيده اللي كتفارقهم هي القرايه. في الليل باش كيبغيو ينعسوا مره احمد مو كتجي عند الدار تاع حمود وكينعسوا في البيت عنده، ومره حمود كيمشي للدار تاع احمد وكينعسوا في الدار تما. ما كاينش شي ليله بجوج ما كيباتوش مع بعضياتهم. العائله تاع هاد جوج دراري عارفين بان احمد وحمود ما كيتفارقوش وفاهمينهم. ديري ليهم خاطرهم، مره احمد كيبات عندهم مره حمود كيمشي عند الاخرين كيبات عندهم. هاد جوج دراري ما كان عندهم حتى شي صحاب اخرين، كانوا مصاحبين بجوجهم، كياكلوا بجوج كيلعبوا بجوج اي حاجه كيديروها بجوج، وكانوا هاد جوج ما كيتفارقوش كتر من الخوت. دري احمد كان كيبغي حمود كتر من العائله تاعو، كيبغيه كتر من باه وامو، وكان ديما كيدوي عليه. احمد فاش ما كيكونش حمود معاه في الدار كيبقى غير كيدوي عليه، كيجبد الهضره مع امو مع باو اي حاجه كيبغى كيجبد حمود. العائله تاع احمد كانوا ولفين هادشي، يقولوا الدري راه باقي صغير عنده يلاه 7 سنين ولا 8 سنين غادي يكبر شويه وغادي يحيد هادشي، حيت الدري ما كانش كيتفرق مع حمود، نهار كله هو كيجبدو كيبقى معاه كينعس معاه، يعني واحد الحاله ماشي عاديه. العائله تاع احمد وحمود كانوا كيعرفوا بعضياتهم وكانوا كيتلاقاو وكانوا دايرين بحال شي عائله بيناتهم، كانوا فاهمين هاد الوضع تاع هاد جوج دراري وكانوا كيخليهم يدخلوا مره يبات هنا مره هاد الاخر يبات هنا. خدوش تقريبا واحد العامين هما جوج دراري ما كيتفرقوش، حتى لواحد النهار حمود غادي يخبر بواحد الطريقه غريبه. احمد جاتو غريبه ان حمود يخبر بهاد الطريقه، مدة هو معاه كيتلاقاو حتى غادي يخبر ما غادي يبقاش يشوفو. مع الدار كانت بعيده عليه شويه كيبدا كيسول امو، تقول له امو يا حمود خبر ما عداش واقع عليه، واش مسافر ولا اش؟ ممكن تقول له راه غير مسافر مع العائله تاعو، راه غدوز واحد المده وغادي يرجع. احمد هاد الهضره هادي ما دخلتش لراسو، من بعد تقريبا يومين ولا ثلاث ايام غادي يمشي للدار تاع حمود وغادي يدق. خرجت لي واحد السيده سولها على صاحبو حمود، قالت لي راه ما كاينش. احمد ما كثرش معاه الهضره، مشى فحالو ورجع للدار وبقى حزين وغير كيفكر في صاحبو. دري بحال دخلوا الاكتئاب ما بقاش كيلعب كيما كان، تتحس بان شي حاجه خاصه، حيت تقريبا سنين هو صاحبو كيلعب معاه، فاش مشى حس بالفراغ في الداخل تاعو. احمد التصرفات تاعو غادي تبدلو، مو لاحظت هادشي، تقول الدري بانه تبدل، ووقت ما جبد لها الهضره مو كتقول لي شوف راه الدري راه مسافر. غدوز ايام كثيره وصاحب احمد حمود ما بانش. احمد غادي يبدا كيقطع عليه الدم بزاف، حتى واحد النهار غادي يقول لامو شوفي انا غادي نمشي للدار تاع حمود وغادي نبقى نتسناه تماك حتى يبان، ما غنتحرش من تماك. امو قالت لي واخا حتى غدو نمشيو انا وياك عنده. ديك الليله احمد التصرفات تاعو ولاو غريبين بزاف، الدري ما كان والو بقى غير كيفكر ومريح. امو حست بان شي حاجه وقع عليها، تقول ليه ما تقول لها ما تنحس براسي ماشي هو هذاك. ديك الليله فاش احمد التصرفات تاعو كانوا غرابي بزاف، حمود غادي يموت. هاد المده كامله وحمود كان غابر كان مريض، كان مريض واحد المرض اللي اطباء ما عرفوش كيفاش غادي يداويوه، كان مره كيمشي ينعس في السبيطار وكيعاود يرجعو للدار، والمده تاع شهر تقريبا هو مريض. هاد الدري حمود فاش كان مريض مابقاش كيمشي للمدرسه مابقاش كيخرج مابقاش يدير حتى شي حاجه، حيت المرض دخل معاه بزاف. ديك الليله بالضبط فاش احمد حس براسو ماشي هو هذاك صاحبو حمود كان كيحتضر ومات في ديك الليله. امو احمد ديك الليله غادي تسيق الخبر بان حمود مات، حيت امو كانت كتعرف العائله مزيان تاع حمود، دوروا لها وقالوا لها داك الشيء. امو مع سمعت هذا الشيء بقى فيها الحال بزاف وما قدرش، باغي تخبي على ولدها هذا الشيء، غتمشي عنده وغتعاود ليه كل شيء، غتقول ليه شوف اولجي احمد صاحبك حمود راه هاد المده كامله وكان مريض واليوم راه مات. احمد مع سمعات الشيء غادي تصدم، ما يبقاش يدوي وجود فيكس عليه. قالت ليه شوف راه الموت علينا حق، راه كنا غادي نموتوا، دابا دير صحاب جداد وتنسى صاحبك حمود. الحاجه الوحيده اللي غادي تقول لها احمد هي بنت جوف صاحبي بنت جوفو الاخر مره. مو في الاول قالت ليه لا ما غنمشيش جوفو، صعيب عليك حيت فاش يكون الدري صغير صعيب انه يشوف شي واحد ميت، الا شاف شي واحد ميت وهو صغير يقدر ديك الشوفه اللي شافو تاثر في حياته كامله. تيكونوا الناس كبار وكيشوفوا شي واحد ميت وكيتاثر فيهم، ما ساك دري باقي صغير. احمد قال ليها لا ضروري بنت نشوفو، بدا كيغوت مو ما عندها ما دير ودارت ليه خاطرو. ديك الساعه غادي يكبوا في الطونوبيله وغادي يمشيو للدار تاع حمود.
فاش غادي يوصلوا غادي يلقاو بلي الدار باقي خاويه، الناس باقي ما ساقوش الخبر، غادي يدخلوا للدار باش يشوفوه. وخا وصلوا للدار مات احمد ما كانش بغات احمد يشوف داك الدري حموت وميت، قالت ليه لا ما تشوفوش وهادشي، ولكن احمد قال لها والو بغيت نشوفه، قال ليها لا بغيت نشوف صاحبي وبغيت نتواعد معاه لاخر مره. العائله تاع حموت حتى هما ما كانوش موافقين بان داك الدري صغير صاحبو يدخل يشوفه، ولكن الدري بدا يقول لهم والو بغيت نشوفه بغيت نشوفه، وقالوا له بشرط ادخل تشوفه انت وامك. وداكشي اللي وقع احمد وامو غادي يدخلوا للبيت فين كان ميت حموت. تخيلوا معايا الدري يلا عنده 7 سنين باقي صغير غادي يشوف الدري صاحبو ميت، خضر غير تشوف هادي باش يشوف الدري صاحبو ميت اثر فيه. حمود فاش مات كانوا مضركينو بواحد ليزر، صاحبو احمد غادي يمشي عند حمود وغادي يحيد ليه ليزر باش يشوف ليه وجهو. احمد مع جاف الوجه تاع حمود هو ميت تقول مو بان الدري بحال تصدم وجهو ولا بيض وتشوكه. واحد شويه هو ساكت غادي يبدا يقول حمود حبيبي حمود قوم اقعد من النوم. حمود 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 فلو بدا يقول لا بحال هكا مو ما فهمتش واقع. واحد شويه غادي يبدا يقول لا وهو كيغني وكيشطح حمود حمود حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حمود قوم اقعد من النوم. ما قالها ما مره ما جوج، قالها اكثر من 10 المرات هو كيقولها بالجد وكيغني. العائله تاع حمود فاش سمعوا هادشي يقولوا مالها الدري كيغني، دخلوا قالوا ليه اسكت مابقاش تغني. موفات لحظه غادي تجر ولد احمد وغادي تجر وكيجري وغادي تقول لهم انا مشيت هذاك في الطوموبيله وغادي يمشيو بجوج. تخيلوا معايا هي جره من الدار وهو كيغني كيقول حمود حبيبي حمود دود اقعد من النوم. ركبوا في الطوموبيله هما غاديين واحمد كيعاود نفس الهضره حبود حبيبي حمود نود اقعد من النوم. دخلوا للدار وبقى كيعاود الهضره هادي ما سكتش. مو فهاد اللحظه دخلعات ما فهمت والو، قال الدري مالو واش وقعت ليه شي حاجه خايبه واش تصدم. من بعد الدري احمد غادي يطول ديك الهضره اللي كان كيقول، غادي يقول ديك الهضره كامله اللي قلنا، وفي الاخر غادي يبدا يقول يا احمد حمادي يا احمد حمادي اقعد من النوم يا احمد حمادي يا احمد حمادي خيرو معايا. مع دخلت للدار هاد الدري هذا غادي يبقى سيمانه هو في الدار كيغني، ما مشى للمدرسه ما كان ما بيجي حتى شي حاجه غير كيغني وكيغني فهاد الاغنيه كيعاودها وكيعاودها وكيعاودها اكثر من 1000 مره في النهار. تخيلوا معايا حنا كنسمعوا شي اغنيه غير 10 المرات وديك الاغنيه كتضرنا في راسنا، وفي الليل فاش كنبغيو ننعسو كتبدا كتضرنا في راسنا. هو هاد الهضره كيعاودها اكثر من 1000 مره ولمده تاع 7 ايام ما كياكل ما كيشرب. امو قالت صافي بان الدري صافي حماق. الجيران اللي كانوا ساكنين حدا احمد غادي يسقوا الخبر بان داك الدري احمد كيغني هاد اغنيه. العائله تاعو تاعي غادي يستقوا الخبر وغادي يجيو عنده باش يشوفوه، ولكن الدري احمد حتى لهنا هي تيغني هاد الاغنيه نهار كله هو كيغنيها. المدرسه مابقاش كيمشي ليها ما كدير حتى شي حاجه، غادي يمشيو عند الطبيب باش يداويوه، ولكن الدري الحاله تاعو باقيه صعيبه وباغي يعاود نفس الاغنيه. هنا فاش الدري هذا غادي تشرب هاد الاغنيه، هنا فاش واحد السيد غادي ينوض وغادي يصيب هاد الموسيقى بداك الرسوم دابا كتفرجوا فيهم. هذاك الدري اللي كيشطح كيشبه لاحمد، وداكشي اللي كيتذكر في هاد الموسيقى جابوه من عند احمد. هنا فاش غادي تصيب هاد الموسيقى هادي وغادي تنتشر في كاع العالم العربي تقريبا في 2007 2008 اللي عنده تليفون عادي كيتفرج في هذه الموسيقى في التليفون، واي واحد ديك الساعه كيسمعها كيبدا كيضحك ولكن ما عرفش القصه الحقيقيه تاع ديك الموسيقى. انا مأكد بلي اي واحد غادي يكون سمع هذه القصه هذه غادي تاثر فيه. اي واحد دابا كمل هذه القصه هذه غادي تصدمو كيما تصدمت انا، ما كاش كنتوقع بان هذه الموسيقى اللي كنا كنشطحوا وكنغنيو معها مخبيه هذا الحزن كامل. ودابا باش عرفت القصه الحقيقيه تاع هذه الموسيقى هذه باش رجع كنتصنت ليها النظره تاعي تبدلات. هي كنسمعها وكنتفكرها كنتفكر داك الدري احمد اش كان كيعاني. اصدقاء اللي عجبو هاد النوع تاع المحتوى يكتب لي في الكومنتير، واللي عنده شي قصه بغاني نعاودها يخليها في الكومنتير السنه تاع القصه. وتحياتي لكم.